بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم شباب الأطباء، مع حضراتكم دكتور علي حمدي، مدرس كلينيكال باثولوجي. إن شاء الله هنبدأ مع حضراتكم الجزء الخاص بالكلينيكال كيمستري من منهج كلينيكال باثولوجي. أول موضوع من الموضوعات عن الكربوهيدرات. Our objectives إن إحنا نعرف الجلوكوز هوميوستاسيس والهايبوغلايسيميا والهايبوغلايسيميا الأورال جلوكوز توليرانس تيست والجلايكيتد بروتينز. نبدأ بالجلوكوز هوميوستاسيس. بنقول إن الجلوكوز is the only carbohydrate to be either directly used for energy or stored as glycogen. ده سكيم عشان حضراتكم بس تتخيلوا بدماغكم الكربوهيدرات ده تتكون من ايه. الكربوهيدرات يا اما سمبل يا اما كومبلكس، زي البوليساكرايدز زي الستارش والفايبرز. السمبلز اللي بتخصنا هي دي اللي بتدخل في الميتابوليك رياكشنز. سمبل يا اما مونو ساكرايد يا اما بوليساكرايد. المونو جلوكوز وفركتوز وفركتوز، والداي مالتوز ولاكتوز سكروز. الاند ريزلت بتاعت كل الكربوهيدرات دي في الجسم انها تتحول لجلوكوز فور انرجي او ستورد از لايك زي ما قلنا في الاول. الكربوهيدرات ميتابوليزم. الكربوهيدرات ميتابوليزم في الجسم اساسا بيقوم بيه الليفر، وبيبقى كنترولد بهرمونال ريجوليشن. الهرمونال ريجوليشن دي بنقسمها لانسولين وانتي انسولين هرمونز. الانتي انسولين هرمونز في الجدول اللي تحت حضراتكم زي ما شايفين اللي هم على راسهم الجلوكاجون، والاذر انتي انسولين هرمونز الجلوكوكورتيكويدز والابنفرين والثيروكسين والبروسكورتيكويدز، كل دول انتي انسولين هرمونز. يبقى الانسولين بيعمل كيميكال رياكشنز والانتي انسولين هرمونز بيعمل عكسها، وفي النت ريزلت يكون في هوميوستيزيس او ريجوليشن للجلوكوز ليفل في الجسم عن طريق ريجوليشن في الليفلز بتاعت الهرمونز. الانسولين على سبيل المثال بيعمل جلايكوليسيس، يحرق الجلوكوز فور انرجي، عكسها الجلوكونيوجينيسيس ان الجلوكوز يجي من نون كربوهيدرات سورسز. الانسولين يعمل جلايكوجينيسيس، يحول الجلوكوز لجلايكوجين، عكسها يحصل جلايكوجينوليسيس بالانتي انسولين هرمونز. الانسولين يعمل لايبوجينيسيس، يحول الجلوكوز لليبيد، عكسها لايبوليسيس، الليبيد يتكسر ويتحول عن طريق الجلوكونيوجينيسيس لجلوكوز. يعني لو تلاحظوا حضراتكم ان النت ريزلت بتاعت الانسولين ان هو بيقلل البلوت جلوكوز ليفل، والنت ريزلت بتاعت الانتي انسولين هرمونز انها بترفع البلوت جلوكوز ليفل، عشان كده بيحصل الهوميوستيزيس. الانتي انسولين هرمونز مش كلهم بيشتغلوا بنفس الميثودولوجي، بمعنى ان الثلاثه رياكشنز دول مش كل الانتي انسولين هرمونز بيعملوهم. الوحيد اللي بيعمل الثلاثه اللي هو الجلوكاجون، اللي هو دايما بنسميه الكاونتر اكت بتاع الانسولين. انما الجلوكوكورتيكويز بيعمل جلوكونيوجينيسيس ولايبوليسيس بس، والابنفرين بيعمل جلايكوجينوليسيس ولايبوليسيس بس، ثيروكسين والجروس هرمونز بيعملوا ايه؟ اللايبوليسيس بس. كل الجدول ده جمع كل التفاعلات اللي ممكن حضراتكم انتوا بتذاكروا تتلخبطوا فيها ان شاء الله. هنبدا اول موضوع من موضوعاتنا اللي محتاجها في الميديكال لاب، الهايبوغلايسيميا. الهايبوغلايسيميا كديفينيشن له ديفينيشنز كتيره وله ارقام كتيره، وكل حاجه ليها اللوجيك بتاعها. باختصار شديد انا عايز حضراتكم تعرفوا الارقام. دلوقتي لو عندي ادلت، او مش ادلت، شايل لو ادلت بس اهم حاجه ان هو مش نيونيت، بنشوفه هل هو دايبيتك ولا نون دايبيتك. دي تفرق معنا فيه. لو هو حضراتكم دايبيتك، انا دايما بخاف من العيان اللي بياخد الانسولين
ان هو ممكن اوفر دوز او ممكن ياخد انسولين وما ياكلش اكل كويس او اكل كافي انف، فبالتالي يدخل مني فايبروجلسيميا. فعشان كده ما بستناش لما يدخل فايبروجلسيميا، لان هو ممكن عيان بالمنظر ده يدخل فايبروجلسيميا ودي بتبقى ميديكال اميرجنسي ممكن ما يلحقش. فانا ما ينفعش استنى لما يدخل كومبليت هايبوجلايسيميا. فالدبليو اتش او معرفه الهايبوجلايسيميا في العيان اللي ده ان هو اقل من 70 ملي جرام بير ديسيليتر، انما لو نون دايابيتيك اقل من 50. العيان الادلت نورمال يعني اقل من 50. نفس الفكره للعيان اللي هو الطفل النيونيت. لو الطفل النيونيت ده اسيمتوماتيك يعني ويل اند جود وجاست ما فيش ويل اند جود مولود ويل اند جود ما فيش اي مشكله عنده خلاص نستنى جسمه صغير فاب تو 40 لحد 40 ما نخافش ما تدخلش في هايبوجلايسيميا. انما لو هو اسيمتوماتيك عنده بقى اي بروبلم بريتيرم او سبسس او جونس اي بروبلم اسيمتوماتيك لا ده برضه ما ينفعش استنى عليه اقل من 60. وهنا التدخل زي ما حضراتكم عارفين بيكون بإني أدي جلوكوز انفيوجن فورا. تمام. بالنسبة لموضوع النيونيت الهايبوجلايسيميا ده موضوع خطير جدا. إيه اللي يدخل الطفل النيونيت اللي لسه موجود في نيونيت الهايبوجلايسيميا؟ هو بيكون باب لأمراض كتيرة جدا. يعني اي طفل نيونيت الهايبوجلايسيميا لازم افكر في حاجات كتيره جدا. اول حاجه اكسكلود الحاجات اللي هي السمبل. احنا بنقسم النيونيت الهايبوجلايسيميا دي لترانزيانت وبرزيستنت. طبعا حضراتكم عارفين ترانزيانت مره واحده، برزيستنت كذا قرايه كذا مره متكرر مع البيبي. يعني الترانزيانت دي لازم اكسكلود البري ماتشوريتي، انترا ترانز ريسك كارديشن، برينيتال اسفيكسيا، اني كونديشن انترفيرنج ويز فيدينج، او لو الست نفسها المذر كانت دايابيتك بنسميها ماترنال هايبوجلايسيميا. ودي في الحاله دي زي ما حضراتكم عارفين البيبي بيكون متعود على جلوكوز ليفل عالي داخل مامته، اول ما يطلع بعد الولادة ما بيبقاش الجلوكوز ليفل عالي ده فبيدخل في هايبوجلايسيميا. بس دي الحمد لله ترانزيانت طالما دي في نورمال. أو لو في نيونيتال سيبسس. After exclusion of all these transient conditions نبدأ نفكر في ال persistent نيونيتال هايبوجلايسيميا، يكون البيبي ده عنده ميتابوليك انبورن ايرور اوف ميتابوليزم. ودي مهمة جدا ان احنا نحطها في دماغنا لأي دكتور شغال مع النيونيتس. ليه حضراتكم؟ معظم الامبورت ايرور اوف ميتابوليزم بتكون في ديفكت في انزيم، فبالتالي في رياكشن كيميكال رياكشن مش بيحصل. فنتيجة كده يا اما سبستريت يحصل له اكيميليشن فيعمل ديزيز، يا اما برودكت ما بيتكونش فيعمل ديزيز. وللاسف الميتابوليك ديزيز دي كلها في اند ان mental retardation handicapped child or even death. ولو اتلحق early اثناء المينيتال بيريود يكون enough ان احنا نديله replacement therapy والchild ده pass will end good. بنقسم البرزيستنت نينيتال هايبوجلايسيميا لكيتوتيك ونون كيتوتيك. كيتوتيك يكون في كيتون بودز بيبي في اليورين بتاعه، ونون كيتوتيك مفيش كيتون بودز. طبعا التفاصيل بتاعت الامبر ميتابوليزم نخليها للمختصين، احنا بس يكفي ان احنا نعرف حضراتكم ان النيتال هايبوجلايسيميا دي باب دي موضوع كبير جدا اسمه امبر ميتابوليزم. طيب الهايبوجلايسيميا في الادلت او في الشايلد تشيلدرن اند ادلت اللي هم مش نيونيت، بنقسم الهايبوجلايسيميا دي نوعين، اما فاست هايبوجلايسيميا اما بوست برانديال هايبوجلايسيميا. من اسمها واضح التقسيم. احنا عاده الروتين اللي ورك بيبقى عندنا بنعمل فاستنج وبوست برانديال بلاد جلوكوز، ومن هنا جت التقسيم. لو فاستنج بس يبقى فاستنج هايبوجلايسيميا، لو بوست برانديال يبقى بوست برانديال هايبوجلايسيميا بالارقام اللي احنا قلناها في الاول حضرتك.
طب ايه الديفرنشال دايجنوزز بتاعي؟ الديفرنشال دايجنوزز نبدا بالفاستنج هايبوغلايسيميا. الديفرنشال دايجنوزز بتاع الفاستنج هايبوغلايسيميا في الاول المفروض نقيس الانسولين ليفل، فاستنج انسولين ليفل مع الفاستنج هايبوغلايسيميا. لو لقيناها نشوف هل هي هايبر انسولينيميك ستيت ولا نون هايبر انسولينيميك ستيت مع فاستنج هايبوغلايسيميا. لو هي هايبر انسولينيميك ستيت خلاص انسولينوما دي مشهوره كومن، بيبقى في تيومر سواء في البنكرياس او باراني بلاستيك كومن اللي بيكون في اللانك تيومر وبيسكريت انسولين، والانسولين هو ده المسؤول عن الفاستنج هايبوغلايسيميا. او لو هي واخد اوفر دوز سواء انسولين او سلفو نوعي يوريا، او في حاجه اسمها كابتيشن هايبوغلايسيميا بيبقى عيان مسليدنج واخد دوز كده او بينكر اذا كان بيعمل اختبار لحاجه معينه ولا حاجه. طيب لو نون هايبر انسولينيميك ستيت، الانسولين بتاعه نورمال بس مع فاستنج، يبقى افكر ايه الدين البيكتشر دي. عمليه الجلوكونيوجينيسيس مش تمام، ريديوست جلوكونيوجينيسيس زي ما احنا قلنا حضراتكم في الاول ان الجلوكوز بيجي اما عن طريق الجلايكوجين نوليسيس او الجلوكونيوجينيسيس او يجي عن سمبل عن طريق الاكل. يعني الجلوكونيوجينيسيس دي مكانها مين اللي في الليفر؟ عشان كده لو في ليفر سيروزس هيبقى في ديفكت الجلوكونيوجينيسيس. الكدني برضه بتشارك، عشان كده لو كوروني كدني ديزيز هيبقى في جلوكونيوجينيسيس ديفكت. او الادرينال انسفشنسي زي ما قلنا حضراتكم الكورتيزول مسؤول عن الجلوكونيوجينيسيس. او لو في الكحول اكسس. في حاله فيري وير اسمها باروني بلاستيك سندروم، بيكون في secretion دي الانسولين لايك ريس فاكتور 2 ده بيأدي نفس الرول بتاع الانسولين بيعمل فاستنج هايبوغلايسيميا. طب لو هي بوست براندد، بوست براندد هايبوغلايسيميا، اشهر مثال للبوست براندد هايبوغلايسيميا اللي هو اللاكيرف ده اللي احنا هنقوله دلوقتي ان الفاستنج بتاع العيان نورمال بس البيك بتاعت البلاد جلوكوز ليفل كانت ايرلي، فبالتالي لما وصلنا بعد ساعتين لقينا العين دخلت في فاست. مثال ليها السايبوتوكسيكوزس او لو في جي اي تي سيرجر. واخر نوع ده برضه بنشوفه اسمه اوكالت دايبيتس، عين بيكون في افكتيف ايرلي ريسبونس ليدنج تو اكزاجريتد ليت ريسبونس تو انسولين ريليز. في تيست اسمه تولبيوتاماي تولرانس تيست. تولبيوتاماي تستميليت البنكرياس تو سيكريت انسولين، فمن اسمه انا عايز اشوف البنكرياس قادر يطلع انسولين ولا لا. في الاول باخد ايه عينه فاستنج سيرم جلوكوز، وبعد كده بحقن تولبيوتاماي انترافينوس، بعد كده اقيس السيرم جلوكوز تاني بس ات انترفالز ما بين كل لحد ساعتين. The normal response is arabic food and serum blood glucose concentration to about 50%. يعني ينزل نص تقريبا قيمته اذا كان الفاستنج، دليل على ان الانسولين طلع تمام. Within 30 minutes. Then followed by return to normal in about 2 hours. بعد كده يرجع الجلوكوز تاني بعد ساعتين. البيشنس with hypoglycemia caused by insulinoma show exaggerated response، يعني ينزل اكتر من 50%، وresistant hypoglycemia ما يرجعش تاني بعد ساعتين. يبقى انا كده في التست ده بشخص بايه؟ الانسولينوما. طيب احنا كده خلصنا الهايبوغلايسيميا، ندخل على الهايبرجلايسيميا. سمبلي كل الناس فاهمه متخيله ان الهايبرجلايسيميا دايبيتس. هو ماشي الهايبرجلايسيميا دايبيتس بس في حاجه ما نبدلهاش اسمها ستريس هايبر جلايسيميا. يعني مش اي واحد يجي يقيس بلوك الجزء اللي بتاعه يلاقيه عالي يبقى خلاص هو عنده دايبيتس ويمشي على انسولين فور لايف. لا، في حاجه اسمها ستريس هايبر جلايسيميا نتيجة سيرجري، ستروك، مايكروكارديال باث، سيبسيس، انكيفاليز، مينجايز، ديسفانكشن، اوبيتي، ثيرويد، ادرينال، دراجز، كورتيكوستيرويد، ابنفرين، انتي سايكوتيك ايجنتس.
كل الكلام ده must be executed قبل ما ابدا ايه الانسولين ثيرابي او الاورال هايبوجلايسيميك ثيرابي. Classification of hyperglycemia according to the National Diabetes Authority. بيقسموا الهايبرجلايسيميا دي أول تأثير. أول حاجة طبعا على رأس الهايبرجلايسيميا الدايبيتس ميليتس. والدايبيتس ده زي ما حضراتكم عارفين في تو كلاسيك تايبس اللي هما الانسولين ديبندنت دايبيتس ميليتس تايب 1 والنون انسولين ديبندنت دايبيتس ميليتس تايب 2. وفي أذرز اللي هو السكند بيكون جينيتك والاندوكراين ديزيز. طيب تاني حاجة بقى في الكلاسيفيكيشن بتاع الهايبر جلايسيميا غير الدايبيتس اسمها امبيرد جلوكوز تولرانس. ده هنشرحه انما نيجي نقول الجلوكوز تولرانس كيرف دلوقتي. وفي الجستيشنال دايبيتس ميليتس دي حاجة مهمة جدا للبريجنانت ليديز. بعد كده في حاجة اسمها بريفيوس ابنورماليتي اوف جلوكوز تولرانس. وده واضح من اسمه ان العيان هو ولان جود انما كان فيه انسلت اوف بريفيوس ابنورماليتي. ده ما ينفعش نعتبره ان هو نورمال، لازم يبقى كوشس وز العيان. واخر حاجه اسمها بوتنشال ابنورماليتي في الجلوكوز تولرانس، العيان يكون عنده بيست يعني ايدنتيكال توينز اوف سبرينج اوف دايبيتس يعني فاميلي هيستوري يعني او سترونج فاميلي هيستوري. طيب نبدا ب طيب 1 انسولين ديبندنت دايبيتس ميليتس. طبعا ده بتاع الاطفال، صار اكشوال مش اطفال. الكلام الجديد دلوقتي بيقول معانا لحد 40 years يعني up to 40 years اذا ظهر دايبيتس معين should be controlled by insulin therapy. طيب العيان ده بيكون فيه absolute insulin deficiency due to destruction of beta cells of pancreas whatsoever issue which chemical autoimmune whatsoever. المهم ان في destruction. العين ده بيكون في islet cell antibodies، بيكون في genetic markers هذا DR3 and هذا DR4، وده accounts about 10% of all cases of diabetes. It is a severe form of diabetes and patients are prone to develop diabetic ketoacidosis. عادة diabetic ketoacidosis بيكون developed at time of presentation لما عند يكونش بدأ لسه الانسولين ثيرابي. هو العيان بتاع التايب 1 بيكون liable to complication more than type 2. كل ال complications بتاعت الدايبيتس unfortunately more than type 2 لأن الجلوكوز فلكتويشن بيكون شديد أكتر من type 2 والكمبليكيشنز بتكون نتيجة الفلكتويشن بلود جلوكوز ليفل. طيب في type 2 أو non insulin dependent diabetes mellitus بيكون الإيشيو جوالي above 40. There is relative insulin deficiency اللي احنا بنسميها الانسولين ريزيستنس، يعني الانسولين والبيتا سيلز بتبقى نورمال انما المشكله بريفرالي بيكون في انسولين ريزيستنس. The secretion of insulin is normal or increased or decreased انما الفكره الاساس المين باثولوجي بيكون الانسولين ريزيستنس. بيكون في فاميلي تندنسي it accounts from 80 to 90% of all cases of diabetes which is a mild form of diabetes زي ما احنا قلنا في السلايد اللي قبل كده ان التايب 1 هو ده اللي بيكون لايبل مور لايبل تو كومبليكيشنز عن تايب 2. هو باي ذا وي انا الدايبيتس كديزيز انا ما بخافش او العيان ما بيتاذيش غير من الكومبليكيشنز بتاعته اللي هي كتيره وخطيره زي ما هنشرحها دلوقتي. The predisposing factor or risk factors for this type of diabetes are obesity, sustained stress, sedentary lifestyle. فدي الحاجات اللي هي المسؤولة عن طريقته. طيب ايه هو الانسولين ريزيستنس؟ بيكون في reduced number of insulin receptors. الانسولين ده عشان يشتغل هو بيطلع من البنكرياس والاندوكراين كاندوكراين اورجن بيطلع في البلد وبينتشر ويروح الجسم كله. طيب
كل الأورجانز بتاعت الجسم وكل التيشوز بتاعت الجسم ومعظم السيلز بتاعت الجسم عشان تحرق الجلوكوز فور انرجي لازم يكون عليها من بره ريسبتورز فور انسولين عشان يخليها تحرق الجلوكوز. فلو الريسبتورز دي ريديوزد او واتس ايفر هيحصل انسولين ريزيستنس والانسولين مش هيشتغل انف، سواء الريسبتورز مش موجوده او الافينيتي بتاعتها قلت، او لو في انهبيتورز such as انسولين ريسبتور انتيبودز، او لو في بري ريسبتور انهبيتورز زي الانسولين انتيبودي نفسها، يعني الانتيبودي اجينست الريسبتور او الانتيبودي اجينست الانسولين نفسه. طيب والبوست ريسبتور ديفكت، احنا الريسبتور بيبقى موجود على البلازما ميمبرين بتاع الخليه، فيا اما الانتيبودي يكون يهاجم الريسبتور على الخليه على البلازما ميمبرين بتاع الخليه نفسها، او يهاجم الانسولين قبل ما يوصل للخليه ده بنسميه بري ريسبتور، او لو في مش انتيبودي لو في ديفكت جوه الخليه نفسها اللي هو السيجنال ترانسدكشن، في ديفكت في السيجنال ترانسدكشن بعد ما الهرمون بيمسك الريسبتور المفروض بيحصل حاجه اسمها سيجنال ترانسدكشن ويحصل الايفكت بتاع الهرمون ده. الديفكت هنا في السيجنال ترانسدكشن ده بيقسموها لإما بور ريسبونس ديو تو اوبيزيتي او هيباتيك ديزيز او ماسكولار انكتيفيتي، او لو في هرمونال اكسس زي جلوكو كورتيكويد وجروس هرمون وكاتيكولامين وسيروس اللي هي الانتي انسولين هرمونز. طيب التست بقى الاورال جلوكوز توليرانس تيست، قبل ما العيان يجي يعمل الاورال جلوكوز توليرانس تيست في بريكوشنز ماست بي ريستريكتد. اول حاجه لازم يكون ريجولار كربوهيدرات دايت فور ات ليست 3 دايز، يعني مش واكل حاجات حلويات ومسكرات وجاي يعمل امبارح وجاي وصايم وجاي يعمل تحليل النهارده، لازم يكون ريجولار هابتس بتاعته بس فور ات ليست 3 دايز. يكون not during an illness، ما يكونش في active illness على قد ما نقدر طبعا. يعني الفاستنج من 8 ل 12 ساعة والوتر، لو بنقطة الوتر دي مهمة جدا لأن الدكاترة العيان كلمة صوم يبقى صايم، صيام شرعي لا، هو احنا عايزين يكون في ووتر عشان ما يحصلش dehydration ويحصل هيمو كونسنتريشن ويحصل هاي انكريز للريزلتس، فولس هاي انكريز للريزلتس. العيان اول ما يوصل للمعمل او لو هو في المستشفى مهووس لازم يبقى ريستنج على الاقل نص ساعه، نص موتين نص ستريس، ويفضل ان التحليل بتاع الاورال جلوكوز توليرانس تيست تتعمل في وقت الصبح ايرلي مورنينج لان الجلوكوز ليفل بيكون لو ده يورينال ريسك. طيب ازاي بعمله؟ اول حاجه باخد وزن العيان ونشوف وبنحسب الوزنة بتاعت السكر اللي احنا هنديها له بناء على وزن العيان. طب ال WHO قايلة كام؟ قايلة 75 جرامز فور اورال دوز للأدلت، ده رقم ثابت للأدلت يعني. طيب بالنسبة للتشيلدرن بنشوف وزن الطفل كام و نحسب 1.75 جرام بير كي جي ويز ماكسيمم برضه 75 ده بالنسبة للأدلت والتشايلد. في حالة الجستيشنال دايبيتس لو الست دي بريجنت برضه بيكون رقم ثابت اللي هو ال 100 جرامز. في تيست في حالة الجستيشنال دايبيتس اللي هو سكرينينج تيست فور الجستيشنال دايبيتس، ان احنا الست لو احنا مش عايزين نديها 100 جرام مرة واحدة احنا في الأول نعمل سكرينينج تيست، لو السكرينينج تيست بوزيتيف نديها 100 جرام بقى ونعمل لها تيست، انما لو السكرينينج تيست نيجاتيف خلاص يبقى مش محتاجة نديها ال 100 جرام كلهم. السكرينينج تيست اللي هو اوسو ليفان تيست ندي 50 جرام بس وناخد 1 اور اورال جلوكوز تشالنج تيست. طيب احنا قبل ما العيان يشرب السكر مع الميه احنا بناخد في الاول عينه فاستنج بلاد ويورين، وبعد كده قعد ندي الجلوكوز على 200 مللي ووتر كوب في 200 مللي ووتر، ومشربوش مره واحده يشربوه جرانيولي 5 مينتس، وبعد كده نستنى التايم ونسحب العينه ات انترفلز عينه البلد واليورين. الانترفلز دي
بالنسبة أحب أبدأ بالجيستيشنال الأول. الجيستيشنال إحنا في الأول زي ما قلنا حضراتكم بنبدأ بالأوس ليفن تيست سكريننج تيست. ال WHO قايلة لو بعد إحنا ندي العيانة ال 50 جرام دول وناخد هنا بعد ساعة لو السكر أكتر من 140 ده كلام WHO أو لو أكتر من 130 ده كلام الأمريكان دايبيتس أسوشيشن. يبقى ساعتها نعمل الكيرف كامل وندي العيانة 100 ونسحب الفاستنج 1 أور سكند أور ثيرد أور على حسب كلام WHO والأرقام قدام حضراتكم. وانس ان العين عدى الرقم ده يبقى العين كده تشخص جيستيشنال دايبيتس ميليتس. نرجع للدايبيتس ميليتس بتاعنا العادي. احنا هنا مفيش سكرينينج، هنا في الاورال جلوكوز توليرانس تيست العادي. العين اخد الوزن بتاعته مظبوط، كنا سحبنا العين الفاستنج في الاول فعندنا ايريا فاستنج، وبعد كده المفروض بنسحب كل ساعة لمدة 3 ساعات بس. احنا براكتيكالي بنسحب البوست برانديال بعد ساعتين بس، يعني كده بنسحب عينة فاستنج وعينة بعد ساعتين. النورمالي الفاستنج يكون اقل من 110، امريكان دايبيتس اسوشيشن بتقول اقل من 100. طب دايبيتس يكون اكتر من 125، الدايبيتس يكون اكتر من 125. طب ان بتوين يعني 110 ل 125 ده اللي بنسميه امبيرد جلوكوز توليرانس او امبيرد فاستنج جلايسيميا وات ايفر المسمى، هو ده اللي اسمه امبيرد توليرانس. تمام. طب البوست برانديال النورمال يكون اقل من 140، واللي بعد ساعتين يكون اكتر من 200، ومن 140 ل 200 ده اللي بنسميه الامبيرد توليرانس. بالمره في حاجة هنيجي نشرحها بعدين اللي هو الـ A1C اللي هما الـ Glycated Proteins اللي هما الـ A1C والفراكتوزامين، خليهم في وقتهم. ده حضراتكم شكل الكيرف، المفروض لو احنا سحبنا العينة at interval نرسم الكيرف ونشوف. ادي منظر حضراتكم النورمال كيرف، ده منظر حضراتكم الديابيتك كيرف، كل الارقام لو شايفين حضراتكم كل الارقام عالية. طب ايه هو بقى اللاج والفلات كيرف؟ الفلات كيرف واضح من اسمه انه بلد وجود ليبل ما بيعلاش خالص، يبقى في ديفكت في الابزوربشن، يبقى في ديفكت في الابزوربشن، يا اما مال ابزوربشن سندروم يا اما هايبوثايرويدز. اللاج كيرف واضح حضراتكم ان البيك بتيجي ايرلي، وبعد ما نوصل بوست برانديال العين يكون دخل في هايبوجلايسيميا كمان، اسمها اللاج كيرف. ده بيكون بسبب رابيد ابزوربشن جاي تي سيرجري، فبالتالي الجلوكوز باظ سموث تيستن رابيدلي فحصل رابيد ابزوربشن او سيرجوتيك سوكوزس هايبوثايرويدز. ده منظر حضراتكم الامبيرد جلوكوز توليرانس اللي احنا شرحناه في الجدول. في حاجه اسمها رينال جلوكوزوريا، احنا لازم نعرف ان في رينال ثريشولد فور جلوكوز. يعني ايه رينال ثريشولد؟ يعني طول ما البلاد جلوكوز ليفل اقل من 180 ملي جرام بير ديسيلتر المفروض ما ينزلش في اليورين. يعدي ال 180 ملي جرام بير ديسيلتر خلاص هينزل في اليورين، يبقى قلع عينة اليورين فيها جلوكوز، دي امر ما فيهوش اي ديفكت في الكدني. طب لو لقيت البلاد جلوكوز في اليورين قبل ال 180 ده اللي بنسميها رينال جلوكوزوريا، عادة بيكون ديو تو ليد بريجنانسي او فانكوني سندروم او ويلسون ديزيز او ليد انتوكسيكيشن. طيب ايه هما الجلايكيتد هيموجلوبينز؟ دايما كلنا نسمع عن هيموجلوبين اي 1 سي، هيموجلوبين اي 1 سي. طيب ما جاش في دماغ حضراتكم ال 1 دي جت منين والسي دي هو جت منين؟ اولا هو هيموجلوبين A1. طب ايه هو الهيموجلوبين A2؟
حضراتكم كلكم عارفين الستراكشر بتاع الهيموجلوبين ايه، من زمايلنا دكاترة الهيماتولوجي. هو الهيموجلوبين ايوان اللي هو الأدلت هيموجلوبين، بس هو بالمناسبة باي ذا واي الأدلت هيموجلوبين اسمه هيموجلوبين ايه مش هيموجلوبين ايوان. طب امال ايه الهيموجلوبين ايوان؟ الهيموجلوبين ايوان اللي هو الجلايكيتد أدلت هيموجلوبين. طيب الجلايكيتد أدلت هيموجلوبين دول كم نوع؟ اي وبي وسي. السي بتاعنا اللي يخصنا هو ده اللي احنا بنحتاجه وبنعمل بيه دايجنوزس في الاب عيان الديابيتس، بيكون جلايكيتد بالجلوكوز. الهيموجلوبين بيكون جلايكيت بالجلوكوز. البي بالبايروفيت، والاي نوعين اي 1 واي 2، فركتوز 6 فوسفيت وجلوكوز 6 فوسفيت زي ما حضراتكم شايفين. الخلاصه ان احنا اللي يهمنا في كل الجلايكيت الهيموجلوبينز دول الهيموجلوبين اي 1 سي بس اللي هو ايه الجلوكوز. طب ليه انا ذكرت لحضراتكم بقيه الانواع؟ عشان حضراتكم تتخيلوا اولا هيموجلوبين اي 1 سي التسميه جت منين، ثانيا وارد يحصل رياكشن او انتر اكشن في القرايه بتاعتي مع بقيه الجلايكيت الهيموجلوبين. عشان كده الميثودولوجي بتاعت الجلايكيت الهيموجلوبين must be specific. ناخد بالنا من المعمل اللي بيشتغل الهيموجلوبين الماسين، يبقى متاكدين انه بيشتغلها بطريقه سبيسيفيك مش طريقه قديمه شويه، فبالتالي يحصل انتراكشن مع الاذر جلايكيد هيموجلوبينز. طب ايه هو الفركتوزامين؟ هو سمبل الالبيوم، الجلايكيد الالبيوم الجلوكوز اللي ماسك في الالبيوم. طب امتى احتاجه؟ هو براكتيكالي مش بنحتاجه كتير، بس هو الاستعمال الوحيد ليه لو عيان عنده هيموليتيك انيميا. يعني هنا عيان عنده هيموليتيك انيميا بيحصل ستراكشر للاربوسيتس، هيموليسيس للاربوسيتس، فبالتالي الهيموجلوبين مش هيبقى مش هيديني دلاله ذات قيمه في الفولو اب بتاع الدايبيتس، لان اللايف سبان بتاع الاربوسيتس ما بقاش 120 يوم خالص، فهضطر احتاج حاجه تانيه ما بتتاثرش بالهيموليسيس اللي هو الالبوم. بس unfortunately الالبيومين لايف سبان بتاعته 2 ويكس بس او 20 دايز، فالفركتوزامين السيجنفكنس بتاعته بيديني سيجنفكنس على مدار 2 ويكس بس. طيب ده اهم موضوع واخطر موضوع في الدايبيتس ميليتس، كومبليكيشنز اوف دايبيتس ميليتس. لولا الكومبليكيشنز اوف دايبيتس ميليتس ما كانش دايبيتس ميليتس اصلا يبقى مهم. ايه هي الكومبليكيشنز في دايبيتس ميليتس؟ بنقسمها لاكيوت وكرونيك كومبليكيشنز. الاكيوت ميتابوليك كومبليكيشنز اللي هم دايبيتيك كيتوزوزيس والهايبر اوزمولار هايبر جلايسيميك ستيت والهايبوجلايسيميا. الكرونيك كومبليكيشنز اما مايكرو فاسكولار يا اما مايكرو فاسكولار. المايكرو فاسكولار كومبليكيشنز اشهرهم الدايبيتيك نيفروباثي والدايبيتيك نيوروباثي والديابيتيك ريتينوباثي. في كلام جديد دلوقتي عن حاجه اسمها ديابيتيك اوستيوباثي كمان. الماكرو فاسكولار شرهم طبعا الاثيروسكلروزس والميتابوليك سندروم. لاحظوا كل اسم من الاسماء ده موضع سؤال امتحانات وموضع كلينيكال سيتويشن لعيب ممكن تقابله في حياتك. طيب نبدا بالديابيتيك اوستيوباثي بيحصل ازاي وين؟ سيمبلي دايبيتيك كيتوزيس ما بيحصلش غير في تايب 1 دايبيتس، انسولين ديبندنت دايبيتس ميليتس. ليه؟ لاك اوف انسولين هو ده اهم حاجه. يبقى ذا لاك اوف انسولين اند كورسبوندينج انيبيشن اوف جلوكاجون ليدز تو انكريز ذا ريليز اوف جلوكوز باي ذا ليفر فروم بلايد فايا جلايكوجينوليسيس اند اولسو جلوكونيوجينيسيس. فبالتالي الجلوكوز ليفل هيعلى. الهاي جلوكوز ليفل ده spill over into the urine taking water and solutes، ده المسؤول عن الاوزموتيك ديوريسيس، يبقى العيان اليورينيشن كتير جدا. This leads to polyuria dehydration فوق في البلد بقى dehydration and compensatory thirst and polydipsia. As a result the patient develops severe dehydration in addition to substantial shortages depending on their stools
and sodium potassium chloride بيحصل الكترولايت امبالانس في كل الالكترولايت. يعني العيان في اليورين فيه بوليوريا وفي البلط فيه ديهيدريشن اسمه اوزموتيك ديوريز. الجلوكوز ليفلز يوجوال يكسيد 250 ملي جرام بر ديسيليتر. The absence of insulin also leads to release of free fatty acid from adipose tissue lipolysis, which are converted through a process called beta oxidation again in the liver into ketone bodies, the acetic acid and beta hydroxybutyrate. المفروض إن الإنسولين كان suppress عملية lipolysis, suppress عملية الketone body formation. طيب ال absence of insulin مفيش suppression, مفيش normal suppression, مفيش normal homeostasis, مفيش normal regulation ده من الانسولين, فبالتالي يحصل excess الketone bodies acetoacetate و beta hydroxybutyrate. ال beta hydroxybutyrate can serve as energy source in the absence of insulin mediated glucose level and is a protective mechanism in case of starvation. Ketone bodies however have low pKa lower acid constants and therefore turn blood acidic. نتيجة حاجة كيميائية معينة اسمها pKa الكيتون بودز دي بتخلي يحصل acidosis metabolic acidosis في البلد. The body initially buffers the change with bicarbonate buffering system, but this system is quickly overwhelmed. مش هيلاحق مش هيقدر يغطي انه يعمل correction, فبالتالي الميتابوليك acidosis هيزيد. And other mechanisms must work to compensate for the acidosis as respiratory compensation بيحصل في عشان to compensate for metabolic acidosis اللنج بتبدأ يحصل حاجة اسمها hyperventilation. فمع severe hyperventilation العين ده يبقى كاسمو respiration ده characteristic للعين بتاع الـ DTE. كل ما بلاد كربون دايوكسيد انه هو برضه بيحصل ايه؟ فيلر. ونتيجة ده كله بيبقى فيه سيفير ميتابوليك اسيدوز. طب النوع التاني اللي هو الهايبر ازمولر هايبر جلايسيميك ستيت, هنا بقى مفيش الكيتون بودز. ليه؟ لان دي بتحصل في تايب 2 عادة. تايب 2 الانسولين بيكون موجود, فالانسولين بيكون انف ان هو سبريس عملية الكيتون بودي فورميشن الزيادة اللي بتحصل في الدي كي اي. طب هنا ايه اللي بيحصل؟ جاست الجلوكوز العالي ده بيعمل اوزموتيك دايوريسيس بس. طيب بنقول الهايبر اوزمولر هايبر جلايسيميك ستيت دي از ا كومبليكيشن اوف دايبيتس بريدومينتلي ان تايب 2 ان ويتش هايبر جلايسيميا كوز بروفاوند ديهايدريشن اند انكريز اوزمولاريتي. There is high risk for complication, coma and death. A non-ketotic coma is usually precipitated by infection, myocardial infarction, stroke, or any acute illness. هنا relative insulin deficiency lead to serum glucose اللي هو insulin resistance اللي احنا قلنا عليها قبل كده. Glucose that is usually higher than 600 mg per deciliter and resulting in serum osmolarity that is greater than 320 milliosmol per liter. This leads to osmotic diuresis, which in turn leads to dehydration that causes further increase in blood glucose level. Ketoacidosis is absent. دي أهم نقطة. وإلا لو كانت موجودة كانت بقت DKA خلاص. Ketoacidosis is absent because the presence of some insulin is enough to suppress it. المانجمنت وعادة المانجمنت بتاع الاتنين سواء كان هايبر اوزمولار كوما او دي كي بيكون عن طريق فلويد ريبليسمنت. العيان بياخد 1 لتر فور ادلتس بياخد 10 مللي بير كي جي فور تشيلدرن. الانسولين از جيفن ات 4.1 يونت بير كي جي. الجايد لاينز ديفر از تو ويتش دوز تو يوز وين بلود شوجر ليفل ستارت فولينج. Some recommend reducing the dose of insulin once glucose falls below 300, but others recommend infusing glucose in addition to saline. يعني بعد ما ينزل تحت 300 نبدأ جلوكوز تاني. طيب في نقطة براكتيكال ابلايد براكتيكال البوتاسيوم ليفل. الانسولين العيان بيكون داخل بهايبر كاليميا بوتاسيوم عالي. مع الانسولين الثربي اللي بياخده
البوتاسيوم يبدأ يدخل جوه الخلايا فيقل يقل يقل لحد ما العين يدخل في هايبو كاليميا. هايبو كاليميا دي ممكن تبقى انسلت اوف ديث، فلازم ماست بي ري كونسيدر، لازم الدكتور وهو بيتابع العيان ده في العنايه ياخد باله ويصل البوتاسيوم ليفل كل شويه، بحيث ان اول ما البوتاسيوم يبدا يقل يبدا يديله بوتاسيوم ايه انفيوجن. والصوديوم بايكارب عشان نحسن الاسيدوس. طيب ندخل بقى على الكرونيك كومبليكيشنز اللي هم ايه الأولهم وعلى رأسهم الديابيتيك نفروباثي. أي عيان ديابيتيك أو بالنسبة زي ما هنشرح في موضوع الكدني إن شاء الله، إذا كان عنده أي بريديسبوزنج ديزيز للنفروباثي سواء كان ديابيتيك هايبرتنسيف أوتوميون أمراض كتيرة جدا، دايما بروتكت هيم من إنه يدخل في ديابيتيك نفروباثي. الديابيتيك نفروباثي ده وانس حصل وبقى ميجور او بقى مانيفست نفروباثي بيكون irreversible للاسف يعني. طيب امال ايه اللي احنا مهم ان احنا ناخد بالنا منه؟ ان احنا نلحقه في irreversible stage of nephrobacy اللي احنا بنسميها microalbuminuria stage. ايه هو microalbuminuria ده؟ بص يا دكاترة، القلب نورمالي نوت باص دنيو، يعني الجلوميرولر بيزمنت ممبرين بتاع الكدني المفروض السايز بتاعه ما يعديش القلب، فنوت باص دنيو نورمالي زيرو، بس في سم ريمنت كان باص ممكن تعدي. طب لحد كام نقدر نقول ان ده نورمال؟ لحد 30 ملي جرام بير 24 اور، رقم ده مهم جدا. وان شاء الله من لما تشتغلوا نواب وتعرفوا النورمال بروتين ان يورين هتلاقوا الرقم ده مش 30، الرقم ده 150. نورمال بروتين ان 24 اور يورين 150، امال ايه ال 30 ده؟ 30 البيومين وبقيه ال 150 120 نون البيومين. في حاجة اسمها low molecular weight proteins normally بتنزل في اليورين. طيب أنا اللي يخصني هنا الألبومين، أنا بقيس الألبومين بس في اليورين، يبقى الألبومين normally أقل من 30، ده العيان considered normal. طيب يبدأ يزيد الألبومين بقى، الـ early increase بتاعه يكون من 30 لحد 300. العيان ده لو عملت له أي تيست بالستريب او بالبويلنج او اي واتس ايفر هيطلع البروتين في اليورين نيجاتيف. لما اجي اقيس الالبيومين سبيسيفيكالي في اليورين هلقاه من 30 ل 300. الرقم ده مهم جدا ليه؟ لان الستيج دي اسمها ستيج اوف مايكرو البيومينيوريا، بيكون النفروباثي اوريدي حصل انما لسه ريفيرزبل. العيان ده لو اديته كالسيوم شانل بلوكر او واتس ايفر تريتمنت هيحصل ريفيرجن للكونديشن بتاعته والكدني ترجع نورمال تاني. انما لو عدى بالسيتو، يعني لو قال له من عدى 300، عدى الليفل بتاع 300 يبقى خلاص حصل ريفيرزابل نفروباثي للاسف. دي الستيج اللي بنسميها مايكرو البيومينوريا او اوفرت بروتينيوريا، يعني ده بيكون في اوفرت بروتينيوريا، في بروتينيوريا في اليورين بقى تتشاف باي طريقه. طبعا البروتينيوريا دي لو كانت هيفي او سيفير بروتينيوريا اكتر من 3500 اللي احنا بنسميه النفروتيك سندروم، يبقى دي الستيجز اوف ايه دايبيتيك نفروباثي او نفروباثي بوكين عام. طيب ايه هو الميتابوليك سندروم او الاكسو سندروم؟ في خمسه باثولوجيز، فايف باثولوجيز بيتداخلوا مع بعض بصورة كبيرة جدا نتيجة ان كلهم related للميتابوليك رياكشنز، للأسف كلهم بيدخلوا بعض. فالعيان لو عنده 3 من الخمسة دول يبقى اوريدي عنده الميتابوليك سندروم، ولو عنده واحدة يبقى للأسف هيدخل في بقية الميتابوليك سندروم اللي هم الديابيتس، هايبرتنشن، وفي سنترال اوبيزيتي اللي هو بنقيس الويست سيركمفرنس، هو ده اللي بنحدد بالسنترال اوبيزيتي.
يكون في هاي ترايغليسرايد او لو اتش دي ال. ثانك يو.